ابو ترحيب المطر يا مرحبا. اوه لسان جاب منو لسان؟ وش بيه لسان انا ما ادري واحد اسمه لسان من البارح. خش علي انا هو مشان 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 الله حول حول مشان مشان خلاص خلاص شاهين لنا انا طلعت تعرفه شاهين هذا نقي طال عمرك شنو؟ طيب اجي بقايا بشرب احلى شاي وبعضنا يا بشرب حليب عذري مع نسكافيه. هذا هو 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 ما شاهي عالم التاريخ الفنان يجيكم شاهي فنان شاهي راح شاهي ولا جشا وش وين الشاهي سلم على شاهي وين هو شاهي وين مش قصه امسك 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 اي عاش اي اي بينهم عين عاش لا اي هذا يقول انا عندي فكره يقول باذن الله احط افضل شاي بمملكه العربيه السعوديه هذا فكره ان شاء الله وان شاء الله يحقق لها طموحه باذن الله الله دام نجيك ابشر بالسعه هذا الشيء اللي يقطع الشاي وين انت وش اللي يقطع ها ما عندي شاي ربيع ما في ولا كلها كهلوش كلها ربيع ربيع لك ابويس لا ربيع ما عندي شاي ربيع الا عن ربيع وين انا موجود هذا هو يونا عبد الله هو جاهز اول طلب ما عندنا ابويس بالمنجل ما عندك خلاص اضبط هذا المحل نعم ايش بحاول اصبر اي دخل دخل وكش ايش بدك حابك في المال الباقي تعبان خنت تروح قلب الكاب بس لازم يقول يبوه يا رجال على طول يا ابو شيخ حار 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 النار شوف النار يطبخ يطبخ كبره البريد كبره خلاص خلاص اقعد الحين بالموتر ما نشوف البريك ايش كبره البريك فين او يصب من فوق هذا كيف حدا. بخار يعني ولا وش ايوه بخار يعني ايوه خلاص خلنا نفس الشيء بخار منه خلاص خلاص الحين ما اروح الموتر لا شاهينا لين خلاص انا يعني بتحب خلطه ما عليك اروح الموتر الحين ايوه وشفتوا المحل وشفتوا كيف زبطناه وشفتوا البخار اقعد الموتر تحط خلطة بيجيك على شاي نعم تحط خلطة نعم يا خلاص أنا ما نبي خلاص الخلطة ما يبي أحد يشوفها حق من حبوك حق من حبوك الحليب الخلطة اعذرونا يا الربع اعذرونا ما عليكم بحطها بعلمكم وين هي زهلوا زهلوا بس شوي واحد العدني هذا يقول انه يبيل خلطه واحد لا فتحت محلي ان شاء الله تجوني تشوفوني يا حلوين ناحي متى ترجع والله ما ندري متى نرجع الحين هذا حليبي ولا حليب هذا خذ الحليب روح يلا شاينا باقي وينه وين خلاص بجيب مره مره لحظه صار مالك انا اضبطك على ركب الموتر يلا رجال احتروا ولا ذبحنا ذبحنا الحر ودخلوا على ناس في المحل بس ليش عادي من قال ما يدخلون علينا شاهينا وين لا لا جاهز حنانا الحين شفتي مديده علي عيا يقول له والله ما يشوف الخلطه عيا اقروشهم بعد تبوني اعود اقروشهم
يعلق هو ولا وش الوضع؟ يعلق؟ لا اي ولا وش لي لا اي اقسم بالله نذبحنا الحر. مضبوط الحين مضبوط الحين مضبوط والله ما يعلق. تمام حلو حلو يا سلام. انتوا ذي الحين ممكن تقولون اي لا تبوني اجلس ولا تبوني اروح لهم؟ وش تبون؟ اشغلهم اقعد بيجيك. يقولون اجلس 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 تكفى روح بشر الله بس عاد لا تقول تكفى. انا ما ادري يقول مدي تكفى قسم بالله لا روح. والله انا الموتر شغال لا خلينا نطفيه نذلنا الامور الدنيا خلنا نوايق نوايق. مش يعني مالك والله العظيم لا تقعد والله لا تقعد. شرها ميب عليه شرها على اللي شبك الرجال لين خلانا نسوي الشاهي. والله ما عليه شرها اصلا قطع دني الله لا يوفق العدو. انا جاب الشاهي لبوله قلبه. البريك ذا ما له شكل صح؟ ما له مسكر. ازل ازل بشتري من العامل. ازل. اسمع. اركب اركب اركب. راح اخذ راح اخذ البريك اركب. بريك انا معك. بشتري بشتري. وين؟ البريك نفسه له. بريق لاعب تنفيه الضوء. ازل ازل بشتري والله مشاعر يحبها قلبك. ليتكم الله عندنا نكرمكم نعطيكم هذا البريق الالم خصوص. بسم الله ادركت الاب يا شيخ. الصوت هذا متعة اقسم بالله متعة لا يعيقنا اي شيء ما يعيقك بريق ونشتري بريق تبي مع الرع وضبط على كيفك. شوف لونه تقول مدي خفيف يا ولد مع كينج الشاي يا ولد عارف الامور وعارف كيف الخدرة وعارف يا حبيبي شوف عليك تزبيطات وحركات وبركات يا الامير وشوف علوم البريق نشتريه منه ونجيبكم ارحبوا وارحبوا وارحبوا يلا حيهم. تقولون البريق هذا كان حق على الدين قاعدين يساومه قلنا 100 وصلنا 100 عيب قلنا 150 يا اخي بعه ومستعمل ولاعب تنفيه الوهيب والصالي والحراره وعيب يبيع لكن الان في مفاوضه لعل الله يسخر لنا قلنا 150 يا اخي بريق لعبت فيها الضوء ليسني وين عندك أحبك يا الأمير الله يبقيك يا قلبي الله يسعدك ويشرح صدرك ويسر أمرك أبشركم عقل الله ربي بفضل الله عنا عليه وسخر لنا وشرنا منه بشر بشر أبشر به كوفو ها قال أبو سيف مشهور أبشر بسعدك الله يسعدك بريقنا معنا أي بريقنا معنا عقل ربي لنا أبشركم تم شرعه بنجاح اسمع عاد شوي قال يا ولد راح اشتري من المحلات ب 10 ريال قلت لا البريك هذا شنو يصير كم عاد وصلت 200 200 والله اي والله بيض الله وجهك والله ما يروح بريك بيض الله وجهك عن كان هاب كاسب النواميس ولا اصبر يعني بداك عاش عاش بريك على الدين هذا حق الجني الازرق
امشي ما اخم خطره امشي ما اخم خطره لا بقي من عاد خلنا نصلي ابشر ابشر خلنا بس نصلي للرجال يلا تبيها كاش إيه؟ ها تعال يلا ما نرجع نصلي ولا في الصراحه ما بضايع خلاص تعال على بغي كم الله يعطيك العافية بيض الله وجهك وجهك والله أبو سيف قهوة مشهور قبل الخبرة والله والله يدفعوا أمي يا أخي ما في الله يبيض وجهك والله هلا أنت ب200 ولا ترى الناس أكيد يبيع بيض الله وجهك 15 ريال هو والله حقه 15 ريال لكن عاد بس عشان الاستخدام طلع يعني شاي كويس استخدام وسافري تضرب كذا لازم لازم مغامرات ولازم أناسة ولازم يعني لف لف شوي عاد عليك ما أحتاج أنا لا تكبكب علينا رجال بقيمة وجه الله فيه العافية هذا شغل جبار وتصدق الشاهي ايش البريد بعض البرجات طيب انا الحين بنوقف برد شاي هنا يا رجال بسلم عليك يا رجال ابي الدورات هاي الله يحفظك هلا امك ايش اسمه انا نقح من البير وكح من القهوه وكح من خلاص اما 200 ايه اي 200 وش المشكله هاي حلوه سر حبكم للشاي معروف الوادي يحب الشاي والله البريك ذا صراحه يا حمود صالح لك اشهد والله العظيم اقسم بالله اني ظاهر اليوم وسولف مع امي عربي طعم قلت امها بي مثل ذاك البريد زي خلطناه في الخريه اي والله هذا هو مثله والله انا مثله اقسم بالله انت اخذه عاضني ربي لبى قلبك والله انت اخذه ما اخذك انت بكبر خلي ربي يطول عمرك يطول عمرك على طاعه خلاص ما في صوت؟ لا لا في لا خلاص التقريب خلاص هلا بقى شوي طال عمرك انا على جنب تبي هنا؟ بيه بنظف البريد تغسل البريد طيب ولا قد ماسك لنا صار رياض كذا بس جنون نزله يا رجال تحت خلاص لا لا شرب له صبت كوب وخلاص كوبي معي وين حليبي؟ ما مدري عنك والله لا امك ولا امك والله امك ماخذه انت امك انت ماخذه تاك الله وجهك اقسم بالله ما جيت اربط الحزام اللي ركبت عشان الصوت ايش؟ يا اخوان في صوت ولا ما في؟ اللي هو البريق ب200 ايه سووا ما الله يسامحكم بس اقسم بالله يا شاهي انا عجبني شكل البريق والله العظيم انه عجبني شكل البريق ولو انه لو انه حتى وصل 5 خليته على فكره يعني عشان يعني الرجال يظهر من الذمه ترى والله قال اخذه مجاني حلو قلت لا وقال ترى يا مناحي قيمته 15 قلت أنت تستاهل يعني لا تحسبونه بايعه علي بالقيمة الفلانية لا قال يا مناحي قيمته 15 قلت لا أنت تستاهل كذا عشان الرجال ما يلحقها أي ضرر نهائيا والله أنه قال أخذه قلت لا المحل محلك أخذه قلت لا وقال ترى قيمته 15 ريال مناحي قلت لا أنت تستاهل لأن دخلنا في محله وخربنا عليه وبعثرنا أغراضه وكذا عشان كذا أذل الناس تفكر يقولون إنه يعني استغل الفرصة وباعها على مناحي كذا عشان كذا لا لا في بعض الناس يمكن يقول لا إنها إنها استغل الفرصة حقتهم وقاعد يزيد السعر وكذا والرجال لا ما سواه بسم الله وعلى بركة الله لا حيل ولا قوة يلا الرجال جاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين من ربنا لا منقلبين اللهم إنه اللهم هو سبحانه سخر لنا هذا وطلعنا بعده وش السالفة؟ لا ما به سالفة بس شو اسمه؟ حكي في اليماني اللي قبل شوي قلت ترى ما يعني ياما يقول ب 200 ترى قال ميدي سعره 15 هذا أول وقال ميدي ياخذه مجاني قلت لا وأعطيت ال 200 أنا ما هو اللي طالبها مني عشان ما يقولون انه استغل الفرصه انه زاد عليهم انه لا 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 ما جاء شيء انت على توضيح نعم انا اوضح لان الناس يمكن تفهم خطا عشان ما يجي شيء لا هو ما قصر نعم هو ما قصر وانا اللي قلت ميده لا انت تستاهل انا دخلنا المحل وخربنا وكذا دعتنا والله دعتنا من المحل والله دعتنا والله سببها ما عايزك يا اخي اهم الاغراض دي بعدين عين الخط عين الخط انا بعين الخط انا عين قدام شفت البسكوت ذا الله هذا كان في الفسحه اكثر ما نشتري في الفسحه الثانيه تذكر والله اني خبل الفسحه الثانيه اي والله الفسحه الثانيه يخلص انا عندي الفسحه الثانيه اي يخلص انا ما اصلا ما يجيبوا الا ثلاث كراتين ما يجيبوا الا ثلاث كراتين متي على الهندي والهنديه يتصيكر الهندي الماكس ما ادري عاد هم مجرين على الهندي معطين الهندي ما ادري والله
الله اعلم. ما اعرف عمي مدير اسمه الذهبي والحليب حطه في الحليب لين يقول امين. كنا نعذبه عذاب عذاب شديد عشان يجيك شو اسمه مثل من الحلاوه. اي والله خابري واحد من العيال تهديت انا وياه وهو يحب البسكوت يحبها مقاطع بس حد ثاني فروح سيده المقصف وما اشتري كراتين كلها ثلاثة. شوف عشان ما ياكل. اي شريت الثلاثة عشان ما عنده في نصب على الذهب. نعم اي عشان ينقهر خليته ولا شريت شريته وبتخلى على جنب. اذا يكلمك احد يقول ابي عشان يشتري حليب وتخسر ولا ياكل بسكوت. اوه طارت على بالي قصة ومن اعظم القصص التاريخية. يلا اي صحفت لي صلاه ان مساكين نجمع المغرب والعشاء. جزاك الله خير اللي تذكر ذكرت انا الذكرى تنفع الله بيض الله وجهك. الله اكثر من الله يعطيك الصحة. صاير انا يعني ايش رايك؟ رايك بستخدم حليبك يا عمو يا اخوي. لا وين بسكوت حليبك قضيت انا من المكان من الكاونتر. انا كنت كاتب الله يحييك ابو حليب. مات الكاميرا. الكاميرا تصور. الكاميرا ايش تصور لي وانا اكل بسكوت؟ اي والله طلعتك مخالف. خلها يا رجال بس ام سلطان ما عليك ما جاك عندي يعني بلف شوي يا رجال. ايه لفها سوك يعني عندنا الكاميرا ما تصور يا رجال بس ام سلطان. ما لك داعي والله حرام عليك بس ما تبلخ. انا طالب تنزل طالبك طالب تنزلي. والله انه نذل والله انه نذل سويتك. الله هم يقول بالهل وجلد ما هو بجلدك عرضها الشوك. اعطيتك موت العقب ذا اليوم عرفت انت بتعرف الرجال تعرف السفر. هذه اول مخالفه لك. اقول لك حلو انه عندنا هيك وخضراء. لا تدري ليش؟ ليه؟ تدري ليش؟ مثلا ابو سلطان هو اللي قال ان الريالتي ما ياخذ الا المتسابقين والريالتي كان جايزها كم؟ 20,000 عشان كذا اخليها يدفع 20,000 مخالفات. الميدال ايش يقول اللي ما اخذ حقه ايش؟ لف قاضي حيك محلي مرتين خلاص نفس الميدال هذا واحده بواحده. الحين وصلت انا 16 ابشرك ما قرب عليك بس. بس الشاحن تقول الشاحن حليبك وين غدا عليه؟ انت ناطر سير بس عدك. والله ما انطلق ولا دين راح لكن انا ابو انا خلاص خلاص مساعد. لا والله لو انا ابو مساعد انت كاسمني. انا ابو والله قلبك. اي والله انا دلك اجعلني مع عدم راسك ما راح احبي لك عبد. والله مساعدك بس لا تحرقني جعني بذاك. بس 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 لا والله سم يا والله في العافيه يا عافيه. البركه ما يكفي واحد يكفي نعم. بسم الله الله ارمس ارمس ما يمديها. لا امسك يعني يقول القياده لك وراحت. بس يعني ما عندك خلاص اغمسه. لا ما انا ما ولا اقضم واشرب. اقول لك يا ولد تمنوا عند الايكو خضراء كنت اول جاي من عند خوالي داير من جده طعمك وطاق لي سوني 3. والله يا سوني ايام سوني 3. والله يا سوني 3 بلاي ستيشن انه ما نزل حتى في السعوديه. اي والله غالي وبعدين سعره غالي خيالي حدود 4000 و5000 اوه وجراند حقه لبه جراند حقه دماغ جراند حقه اصلا ما جاء الا على بسرعه تقولها في الحديث. ليه؟ ما شريت ان امي تكسر دائما تمنعني منه. والله تمنعها منع باتا قال لا يدخل بيتي ذا بسم بالله لا العب فيك ممنوع منع باتا دخول الشرطة الخايس مثل هذا. وش دخلك انت وما نعتك اثمن فينا؟ عاد عشان ما يطيحون فيه يعني. لا سوني هو يبي حاله يطيحون فيه مخدرات. مو بزين مو بزين سوني يبي حاله صور خادشه. اقول لك يا ولد وكان ما في الا جراند وترى ما يجي الا بعشق الامر استاذ ما يباع الا بالخفاء ويجي مع شريط كوره ومع شريط سيارات. انا جايني عن طريق واحد من خواله من اهل الامارات وجايبينه من دبي. السوني ذا اي السوني ذا انت بعد خط وانا اجيك شريط عمرك واروح بصوب الوادي. اي والله ومجتمعين في عشاء في استراحه قلت ابشروا بس عد اللي والجدول عندي. والله العظيم انت انبسطون وش العلم؟ قلت سوني دري كلام صادق ولا حد في الجماعه شاف من الوادي كله ما حد شاف. ابشروا ابشروا وانا ابو مساعد سوني وتحدي كوره وعيالنا يحبوا الكوره فسوي تحدي كوره دوري. الوكالة طال عمرك كنت عطني الليكو بيض الله وجهك وين تدعمون وانا اخذ الليكو طال عمرك واجيك رايح واروح البيت وانا اخذ الليكو الصغيرة الليكو الخضراء الصغيرة. نعم وانا اخذ السوني وعند امي ترته وانا اخذ الترته قلت زودا عن البيعة هنا ترته وهنا بلاي ستيشن واجيك رايح من طال عمرك. وي والله وعلى بداية اني السناب لا مو بسناب والله ما نزل السناب حتى سناب والله ما نزل ايام بلاك بيري وكز بنك الله اي والله لا قال البنك وانت هنا وانت جالس قاعد فوقك لا كم كم رقم زبن حقك اوه اخر انا كان
جوالي كان. وكان الاشتراك كان الاشتراك 89 ريال. كان اول ما نزل خبر. تذكر الاشتراك 89؟ ناسي بيبي بوم. ما عاد علينا خلينا في السالفة. الوكات يرسلوا عن العيال. توجيه. ابو عرادة. من ابو عرادة؟ حاطين ابو عرادة هنا. توجيه عند حديقة اليولمي. تفحط انت ولا جيب سوني؟ افحط. انا غيرت الوجه الان من جيب سوني الى تفحيط. اي والله يا ابن احمد. توجيه يجتمعون العولم. دقيقة. ركز يا رجال. لا 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 هذا ابي اعطي حظر ذا. خليك معي بس. ابشر لي خلي دعسة. لا لا لا. ابي حظر بوكس فيه. بوم نوم. اي بوم نوم. عطى بوم يلا خلاص. جا بوم. خلاص جا. نوم. الوكاد. عطى نوم واحدة. نوم. خلاص نوم. الوكاد وغيرت المسألة من سوني إلى ترتا إلى عطى بعطيها جولتين. وعطيها كم نطلة وبرجع العيال. عسى سوني ما تفلس. سوني على الباب وترتا يا ريش هدل الله يا ريهن. بيض الله وجهك يا وانا جيك مقلع على خطه وراح مقلع. وش اضغط عمرك عيضة. وبعيضة لا والله مبعيضة. مبعيضة من هالي لا. وش عجل. هجرانا حفاد. هم ما قلت عيضة. هم ما قلت عيضة. احسبك متعيضة اللي معنا حين مقلع. لا والله. هجرانا حباب 110 120 الين جات 130. هجرانا حمام مش تلفه الكبيره اللي عند الدفاع المدري ما في مي تلف يمين صوب خط الخميس يجيك الحديقه تاع يسارك. ايوه انا ما اسحب جرانت قبل اللفه لو قدر الصرف اسحب جرانت. الله وتزحف. انا اشوف رصيف كل ما يقرب رصيف كل ما يقرب كركب. اي والله يوم قلت كركب قال الموتور كذا ارتفع الموتور اشهد الله خلاص شريط الحياه ضرب قدامي. يوم قال كذا انت طبقت جراند بالحقيقه جراند حلو. يوم قال كركب اثر القزازه صقعت في الرصيف الموتور ارتفع ثم وقع على جنبه. رابطين الحزام يا اخوان رابطين الحزام ركز على القصه يا اخي هم عشان يشوفوني معطي مخالفه يا اخي ما عليك من تخرب قصتي حلوه. الوكاد يوم قال كركب الموتر وصف فوق الرصيف يوم عود انا احسب اني عاد حيت يوم عود قمت قلت وش ذا؟ سوني اقسم بالله يس هذا سوني وبعدين قبعه سلمت من سوني اثار عدد الضربات والتكسير في وجهي شويه ترتب اي والله وما انا ما ادري وما انا اتالم ولا امسح الترته ما احسها يا الله والعالم يضحكون علي مجتمعين وهالوادي مهجورين منقلب ولا عاد ضربت بس عجل لا ضربت ارتفع الموتر طال عمرك ثم تهشمت القزازه اللي على عند السواق ومركد الموتر من صفقه السوني والترته خربت وجهي الوكاد انا ما عاد يدرون من الحلا هذا ولا هذا الله يرحمه هذا الحين بيطق كيف يصير ليه الرجال عالم يشوفوني فضيحه وضنا اعطيه نطرتين ابو عراده واحرك خربت الدعوه ابو عراده الله يرحم ابو عراده هو عراده وقع على الجنب بعطيها بالاول طعم مخ وحرق المطر لا درعت كسرت اي والله لا درع لا حول ولا قوه الا بالله يجون عيال الجماعه جاي يسلمون قلت الموتر عندكم انا اعطوني السني والتلت وجوالي شب وين تاخرت قلت جايكم والموتر خليته خليت الموتر قاموا بهالرقيط عند شقله وودوه الورشه غيروا كفراته لا درع تكسرت وروح صوب ولد عمي عند السوق قال الموتر وينه؟ انا جيت مع واحد من اهلي معاه هلوكس 13 قال الموتر قلت الموتر انا ابقى عند بيتكم اعطيته ابوك وهذا السوري الموتر مو بلكم الموتر مو بلي حق على عمي جنون عندي اشهد بالله انه ما رجع واعطيهم السوري يلعبون يقول ولد عمي صاحب السياره قال انا ما ارتحت لك وجهي قلت لا يا رجال بس اني مستعجل واروح طال عمرك واعطيهم السوري اجيكم حرك انا وياه قول يا رجال السوري اغلى من سيارتك الايكو ما مشت اتكسرت اسحبها طعمك لبقتها عند باب بيته وجه عند عمي قلت سمع افتح السيارة والله يهدي ولدك الله يهدي ولدك؟ اي قال لي قلت الله يهدي ورحت انا وياه وانا امشي على خط فرعه وفي مطبه قدامنا قلت يا محمد ضربها مسرع محمد مطبه كبيره يا اخي ما يصير الله تلقاها ومسرع ناصح تكسرت الاذرع قال يا رجال قلت الله يهديه بس اعطيه افتاح وجيك راح الاستراحه والعب سوني مستانسين الين الساعه 2 الليل سرعنا سلام عليك هو ما يدري ولد عمي ذا ويلعب معكم ويلعب ما يدري ان ما يدري ورا مصيبه شغلت المكر ذا اي ماك الله الوقت طن خلصنا ولعبنا سوني فوزت عليك ما مشكله عشان ما يزعل لما فوزت عليك هاي يوم سرينا ورحت البيت انا طقطق على الجوال الفجر يوم ما في راسي اطلع الله يا لعانك اطلع اللي فيك سب انواع السب والشتم اطلع نعم اسكت من اجر اصدق لك ارد عليك تسبي قال انت متبليني والربع معلميني انك صادم عند الحديقه قلت اتق الله في نفسك هذا ظلم بهتان مو بنا عشان هذا جزاي وانا لاعبك السوني قلت الله لا يوفقك انت ظلمتني وانا لاعبك السوني انت اللي راجل مطبق قال ليش؟ والله العظيم ما قلت انت اللي ما تصيح على وجهك وانا معلمك القصه بعد قال انا قلت اي بالله انت قال عيال شاهدين فاطلع ما ادري شنو تهددني تحت والله العظيم ما اخليك
والله لا كسر رجليك. انت قلت والله لا ارميك. قلت يا ريكي ببيت انا بالامان اقرا وراك بس. بعدين ان شاء الله يقول لي حدد الحديث. بعد اسبوع قابلته بدون بردات. والله كلفت المحل 10,000. تعرف تعرف والله خسرتها. يا رجال اذا ما خسرت خليك عشان ما تحس وانت كبير. تعرف البيوت القديمه ما يجيك يحطون فيها منور في النص؟ لا يحطون مربعه مليان تعرفون انتم منور مربعه كالاضاءه. ايه ممكن متر في متر كذا او مترين. هالبيوت اللي جنبنا ثلاثه كلها فيها منور ذي. ايه والسطح على سطح. وش اسوي؟ الله يعافيك. اجي طول عمره ذب من سطحنا لسطحهم ووايق واشوفهم جالسين وهم اقسم برب البيت اكتب الاسرار. لا ما يبع على الاسرار. انا قاعد ورع يا رجال ما يبع العموده. اي وش كيف وش اسوي؟ اصب عليهم قهوه وهم جالسين. اوف اوف اقسم بالله يدرون انت لمزنا عنك ما يدرون ما خرجوا. طلع وين جت القهوه منه وين ما جاء؟ هذا الجن. انا ما ادري انا ما ادري اي حد مهما كانت الادله عندي مخرج واحد اذا عاد حدوني عبد العزيز اخوك. اي هو اللي مسويها. الله يا عسير عزوز اقسم بالله العظيم. كم مره قلت عزوز؟ ها؟ وتدبخ فيه؟ وتدبخ فيه والله العظيم. مره قهرني هو اكبر مني ولبخني لبخني لبخني لين قلت بس. وش سويت؟ رحت الحاره اللي جنبنا. حاره جنبنا واجي الوراعات صغار ابو 7 سنين 8 سنين. قلت تعرفون اسمي؟ قالوا لا ما اعرف اسمك. قلت اسمي عبد العزيز. ردوا ولبخوا. علمته باسم كامل عبد العزيز وباتنا هنا. ولا بخهم تلبيه خير طبيعي. يا سلام عليك. واروح اهم لهم. راحوا يشتكون من؟ اخوانك. نعم. عبد العزيز اشتكوا لامي. انا امه ما اشتكت لامي. ورني عبد العزيز رن غير طبيعي. وانا عشان كذا يجي هنا. الله حق الله. وش اسوي؟ لو اني منه لا اسوي فيك النون وما يعلمون. لا اضربك ضرب لين تتوب من الحركات هذه. خلاص انا وش اسوي؟ انا كذا اخذت حقي انا. اخذت حقك. حتى الله ربيت. والمنور ذا بعد كان تعال بعد اشارك. اوه والله لا اخترك. الله يخترك. شد الجنون هذا. قسم الله شنون. لا اله الا الله. خلاص حديتك بالستلة القائمة السوداء. وكان في الصبح عقب صلاة الفجر على الساعة 6 يقسوم الناس كلهم في السور صح ولا لا؟ من اول يقسوم في السور لين تجي الساعة 7 كذا وما عاد يدخلون داخل من الشمس. الشيبان وكذا. اقسم بالله. اني اجيب من فوق السطح اذب على بيتهم نفسه جنبنا. هم وايق. انا الحين على سطح بيتهم هم وايق وما اشوفهم جالسين. حيود شكلي ارقم. هم رقم الحجاج نفس الشيء. ما في دميان؟ ما في دميان. لا والله حيود. وعوده مش 200. جانا شايب يطق على الباب عقبها بعشر دقائق. تعال تعال. يطق على واحد على احنا في واحد من اخواني اكبر مني. دشف. انا ما بيك تضربه والله العظيم ما تضربه ولا تقول له شيء. بس ابيك تناديه. ابغى اشوف عقليته. لا لا تقول لا تقول لا تقول شيء بس ابيك تناديه. واجي قلت له وش جاني؟ قال انت ليش تسوي كذا؟ انا بعرف اللي انت تفكر فيه. ليش 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 تسوي كذا؟ انت وش تبي بالضبط؟ ابغى اعرف عقليتك يعني. قلت له بعد علم بعيد. اقسم بالله قلت له يا ابن الحلال انا شايف والله والله اني شايفك بعيني. قال والله اني اشوفك بعيني. قلت والله ما شفت ولا هو بنا. وانا كان راقد. انا على طول اسوي المصيبه واروح اروح شو انسدح. ايه عشان اطول حتى يوم قومني انا اخوي اسمعه يوم قومني قلت كذا شو تجنن يعني. اخذت الشواق قال يا اخي بيض الله وجهك على جحدانك وعلى صموتك وهذه 100 ريال اخذها بس جنبني. والله ما عقل شيء رحمك الله. قسم كيف هذا قوي مره عشان كيف الصيد هذا قوي ما ادري اي والله بس اعطاني فلوس كفح الله يرحمك. انا اشبه ما شاء الله عليك ساطي وصامل وجحيد. بس انا لو اني يعني من اخوك وتسوي الحركات هذه افلم فيك. ما يحتاج الجحد. اسمع ما يحتاج الجحد. انت شفت القريه كيف ان انا جحدت الوقت. يا من اول كل ما طيب واحد من العيال عمي يطعمك يجتمع عندهم في رمضان عندهم فطاير زين اهلهم هم يحبوني اضحكهم بس اني حركي اني اخوي دحوم ماني بثبت اني حركتي زايده. الوكاله كان يتفرج يحب باب الحاره وانا اتحرك اني اخوي نلعب نضحك قمت عمكم مددنا رقنا رايك. من هو؟ هذا الولد عمي الكبير. انا ويا اخوه حول بعض هو اكبر مني شوي. ورقنا رايك ويبينا نجلس عنده سنة صف اولى ابتدائي انت فاهم درس قال اسكت لا اسمع ولا نسم. طيب ما تنسم جنون اسمع يعني في مكسوك يا لمس كنت ما تسوي ما تقلب ولا تنسم ها. ورقنا رايك ضرب لي ضرب الوكاد ضرب لي ضرب ما جرح
لو اني كافر اسلمت قبل وهوك اطول مني وطويل حرك في نفسه اي ويدي كبار قلت خليتك تواقع الله عندي وجيك ظاهر من عندهم واروح من المطعم يا صبح اصبح عندي صبح امرك وانا اخذي لي فهمته صارت الفجر الله رب الجامعة ندخل بيتهم ورا غرفة الكوي الكوي حقتها وانا امسك ثيابه وانا انهيها بفين صبغ فين اصبغ كان في حركة احلى لا شغل المكوحة احرق ثيابه حطها كلها فوق بعض لا نزل اكو على الله يحفظك عندنا سوالف انت ايوه شيك استنى لا شوف انا لو منك ما انا لو منك ما صراحه ما كبيت على ثياب جمعت ثيابه كلها انا هذه قدرتي زين وهذا تفكيري انا ابغى بس اوسخ ملابسه فانا اصبغ ملابسه بالفيتو هو ما يقدر يصلي الفجر ابوه عاد يقتل ابوه الا الصلاه يقتل من الصلاه هو جاء ضرب خمس صلوات لا صلى الظهر العصر ما هو وش ده انا والله اني احسب من جنك لا الا جن متلبسين اللي هذا انا جينا انا جينا انت حدا بسنا والله احسب انهم جن متلبسين بسم الله انا جينا انت حدا بسنا انا حق السلام عليكم الله حي السلام عليكم عليكم السلام ليكم انت وكيل حالكم طيبين مرحبا كيف حالك عون اسف وش حالكم طيبين الله يعافيك جن انت من اي جن انت مسلم من أم ماذا؟ أنا ما تريدني. أريدك أن تأتي لي بالدنانير. نريد القناطر المقنطرة. نريد أن نسافر إلى وين؟ إلى زيلامشي. دندنوغان. إيش؟ وإيش؟ دندنوغان. أعزك يقول دندنوغان. كفو. يا لك من عفريت صامل. يا لك من عفريت عندها مرجلة. الله العظيم لك صامل. عفريت بدوي. أنت من أنت من عفاريت نبي الله سليمان. عفريت تحدى. نعم. ما شو والله عندنا بوم. لا بوم منو؟ ما عفريت ولا ما في عفريت. إذا كانك مسلم أمرك طيب. أنت مسلم ولا أقرأ عليك الكرسي. ويجيك بوم منو؟ وبوم منو والبقرة لا أحرقك حرق. لا شب فيك. مرحبا مرحبا ترحيب تلي ينتظر له غايب ايش مرحبا ترحيب تنتظر له غايب مرحبا ترحيب تلي ينتظر له غايب ابتهج صدره عقب طول الدهر والمده هذا عون مرحبا ينطق بلسان الولد والشايب ما لها قدر نحدد في العدد والعده عز عز يا اخو العراب ومساعد ويقلد شخصيا يا ولد هذا عون دقيقه طيبين يلا حيه تبقى وتحيا أنت عون صح يا مناحي يا جبل على صدق والله أبي أعرف عون إذا كان عون السجل خلاص أنتوا سويتوا في قلوب الناس عشان تكسبتوا ذي المحبة كلها الله يقول سويت في قلوب الناس عشان تكسبون ذي المحبة كلها الحمد لله هذا توفيق الله عز وجل نضعفاء وفقراء إلى الله عز وجل نعم الحمد لله توفيق الله عز وجل محمد الودعاني صاير حلو زيادة وإيش صاير جميل وحلو زيادة الله يحلي يا جميل مين أخلقه هو جميل الله يطول عمرك يسعدك ومناحي كذلك خط والله طيب مناحي سم الله عدوك ابغاك تغني لنا اغنيه من صوتك الجميل اوفو بيض الله وجهك يا عزيزه الاغنيه قبل الحكم ولا بعده اللي تبغى وش انا اغني ليه وش السبب اني اغني صوتك جميل لا ما اغني لناس خاصين ما اقدر يا اخي صوتك جميل جلسات خاصه جلسات خاصه اي ما اقدر طيب عزيزه بيض الله وجهك اشكر دعمي يا ماني بقرا انا اشكرك بكل عمر ادخل على شكر مع ماقل قلبك ترجعون البدايه ولا لا ترجعون الواقع ولا لا العماريه تقصد الواقع ايش في لخبطه الواقع اقصد الله يعزك يا الامير كف يا الامير عزيزه اشكر عزيزه ذي وبتجيب الطعام يا الله بتخربها اقسم بالله العظيم يلا شوفوا يا ايس يا سلام يا الثلج الايس اللي يبرد على الكبت وش تقول الله يحفظك ابغى تتذكر كم عمرك انت 1000 سنه بدايه والواقع كنت تخلط تحط جماده في رجب 16 سنه كفو يا عبير 16 سنه عمرك 16 سنه هذا توك بزير
وش الجني ذا؟ ما فطمتك انت مفروض ما تروح الجاك، وانت مفروض تروح الروضه. وش الجني ذا؟ الجن عمره حول 40 لا توه مهاجر. ايه يا رجال ما شاء الله عليه تحسي على طول ما شاء الله عليك. شو عمره 16؟ يقولون ايش جني صغير. جني صغير والله احلى صوت. كان جني هرش. وين صغير؟ يا لكم رجال يمكن عمر 16000 ولا 16000 يا ولد. شوف يقول يا له عمرك. اسمع يقول يقولون عون 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 يا رجال ان نسمع صوت رجال. ما نعم ما اهم شيء نسمع الصوت. انا ما علينا من النوايا، انا من الظاهر. ايوه عليك تحضر حمود. اشكر دعمين. إيه. عز 404 عزيزة. وش عز؟ عز ايه صح عاس فيها زاي. عبير الهلالية جود النور. اي شين الغلا وردة من الغزوات يا محمد ودعاني مثال الغلاني ريت الخدمة ادري ما الله ما شوفه والله الله يجيكم اللي دعمتم لبا قلوبكم يا اخو الحرة وقلبك ابغى أقرب قصيدة إلى قلبك. ها؟ وش تقول؟ أبغى أقرب قصيدة إلى قلبك. أقرب قصيدة إلى قلبك. الله الله. أنا بنحكم عليهم. شو مفروض أنا اللي يقول؟ مفروض صح. أنا اللي حكم عليك. مو بدري تحكم على. دقيقة. أنا قاعد أبغى أشوف شو أبغى قصيدة إلى قلبك. ما حكمت. أنا عطيك القصيدة وايد. لكن الحين أنت إلنا بنسألك الحين. سكورنا متقدم. وطني رهستك انت اللي 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 سمعنا سوى انا بوم نوم ارمي احترمي لو سمحت لو سمحت لو سمحت احترموني تعال سعد كمان بيبي كمان ابغى شو اسمك؟ اسمي محمد لوداني. ها؟ محمد لوداني. محمد لوداني شو دخل شو محمد لوداني هذا جنون محمد لوداني قدامك والله جا لك خير انا ادري دقيقه اهلا وسهلا يا ابتاه جو عندي كيف دار رجل يتلبى روح يسلم غلط أمتى؟ أول عمره 19 اللي يكلم أمتى وليس أبتا. الحمد لله نحمده ونشكره ونثني أحكامكم سريعة. آمين وكل مسلم. الحمد لله الخط زين ومشي زين ونحمد الله ونشكره. يا مناحي. دقيقة يا رجال أمتى؟ الله يهديك الله. ليش ما خلاص؟ أمتى تمام. أمتى؟ طول ملي معه. لا تروح ها في حكمه. أصبر لا تروح. ها. الله يستر عليهم ويحفظ كل شيء زين. يدك عليك عشان تدعي لهم. وإيش؟ إيه طيب خير. إيه. آمين. الله يطول عمرك على طاعة سعدت بسمع صوت مسلم يسلمي. آجل. هاي لا. ظهر شيء. ظهر وجيحة. إيش اللي على؟ ترى انتهت. أنت تعال كمان. تعال جابوك. كمان تعال. تفضل ويش؟ تفضل احكام يا حبيبي احكام الحكم غير حكمك حكمك شنو؟ شرايط وجهك بسرعة لن أستطيع فعل ذلك والله العظيم ان قلبي يقول اني عون يا أخي أنا ترى لو تشوفني إذا أنت عون والله لا سامحك خلاص لو تشوفني بتنصدم أنا يا أخي أحس أنك عون خلاص كذب احتل بالحق لقد طفيت المكيف ها يا ولد شوف طفيت المكيف ها فجبت العيد ماذا تقصد بالمكيف ها شغلتها يا شيل طيب. صوت المؤثر خلنا نسمع هذا هو الحكم لازم اي خلنا بس نسمع انت عون بس علمنا دام قديم خاطرك ها هذا الشيء غشا شنو الصوت يا رجال كتم الصوت السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا كيف حالكم طيبين الله يسعدك سبحان الله يغير الاحوال نبي نثبت انك يا ولد الحمد لله ويقولك بالعليك ولد اف عليك يا اخي يا لبا قلبك احكامنا تعال كمان ترى انت 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 هو ترى تعرفوني اكيد ويش تعرفوني اكيد قلنا نعلم الغيب ايش ترى معك ما نعرفك صدقني تعرفني ويش؟ أنت اللي توك مستفتح لك مغسلة لا يا أخي هاتوا حكامكم جعل والديكم الجنة ما بدي احتلها يا فمطير لا 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 ما نبنى يفتامر لا لا
اعطينا حكم. وش الحكم الاول؟ طيب بس انت انا كان الحكم عليك وانا الحكم عليك وانا اشوف وجهك حاطنا القمر في شاشتك كيف الحكم؟ عجبتني. طيب انت قلت الحكم الاول انك تفك الصوت وانا فكيت. يا رجل قرب المايك من فرد. انت اقرب انا جاني شد عضلي في رقبتي. قرب المايك. مقرب ها ايش بخاطري؟ ما ادري يا ولد انت نايف. لا والله ماني بنايف. جعل والدي نايف الجنه وجعل والديكم الجنه جميع. اخي ذا خلاك والله يقع. بصر الدعمين انحكم عليه ولا لا؟ دقيقه بصر الدعمين صراحه. احسنت ما حكمت علينا ما اللي عادي حكم عليه. انت صراحه وايش انك اخلاقك حلوه يا لبى قلبك. هذا ترغوه ما بيغرني انا عارف قاعد يا اخ الحره لبيه. اسمع جلك سلام. اقول قالوا امدحك حيلان راعي المسره اكحل انا الاجودي درب اليمين. قال من هو؟ قلت محمد اخو الحر. اكحل انا الاجودي وفعله دايم يبين. هذا نسيب محمد بشفر. هلا انت نسيب الله لسانك. والله العظيم مالك الا السماح عقب الابيات الجميله. ايش تبي؟ الحين عرفتني ولا باقي؟ وين؟ الحين عرفتني ولا باقي؟ انا ما عرفتك جاي لبسك عذروس سمحت راشد فلولي هاي وجهك عرفتك. بحط صورة لي بس ماني بظاهر وجهي. يا الله ورنا صورتك ورنا صورتك على حسب وجهك. ان كان وجهك زين سامحناك. طيب كيف اعرض القبر؟ دقيقة بس دقيقة من فضلك. براحتك في حسب ابن حاتم الله يحفظه. جابوا الاسماء كلها. يا سلام يا التحيز عبد الدين سهران. كان وجهك زين ما في حكم. الصورة اللي كنت تمنونها والجميع يتمناها. طيب الصورة يا طويل العمر تلك. الحكم الأول. الحكم الأول. الحكم الأول. اقبل اقبل ها الحكم الأول. والله لو وجهك بزين وبعد اقبل. تعال. أيوه. وش الحكم الأول؟ اسمع ترى يمزح معك لا تزعل. اذا ما مزحت انت من عاد يمزح معك؟ رجع ربي طول عمرك. انا بس اعلمك عشان ما يجيب خاطرك علي. ولا يا اخي انا احب كلامكم. الله يطول عمرك. سامحك انا ادري يا اخي لكن ايش سبب عشان الصورتين اللي انت حاطها على بقلبك؟ عشان الصورتين صراحه بسامحك. الله يسعدك. ولا ترى تدرون على شيء ابدا سلامتك. انت من على شيء غير القبول؟ اقبل. لا لا بس ايش نقول لك؟ شوف او في الليل ما يجي لك قمر واحد لكن في الصوره قمرين. كيف صارت ما ندري. ازعل وفي خلقي يشوفون. سبحان الله العظيم. يلا تسامرون على شيء تبغون شيء؟ سلام يحفظك. عز الله عليك. لبك فوتكم. ما يضل وجهك. يلا. والله حركات. عرفت. حركات محب كذا. ذكي حركات يبي عشان الله. لا تراها مرفع راسك انت تراها. يقول انا القمرين. ترفع راسك شوف. ما اللي يقوله؟ واحد هنا كتب. واحد ترد سريع والله. لا ممكن عامة. طيب. وين؟ انا عامة ما دخل قصته. ممكن عامة. لا في ناس. سامحنا قال قصيدة وحطنا صورنا وحط. لا وش بعد؟ لازم انه بنسامح. نشيد وصور. اي ما قصر وش بعد؟ بدل خط الله يحفظك. ما انا منتبه له. ازهى بس وممكن. والله وقف سوالفنا. طيب اسمعوا لكم انا مو على محمد. حلو لكم خمس دقائق اسئله اللي انا ومحمد. تم عاد اختار عليكم. اي نعم اي نعم. لا في اشياء خاصه ما نجاوب عليها. يلا اقتراحات. اعطونا اقتراحات اسئله. السؤال الاول هل رايحين للقريه؟ لا احنا رايحين للرياض وبنسافر. الا الا يكون انت اللي تسوق بنا. هذا السؤال وجاوبنا عليه. كم عماركم؟ فوق العشرين. فوق العشرين. وش تخصص محمد عندك؟ تخصص الحياه. وش تخصص فيه؟ كم عمرك يا ملاحي؟ فوق العشرين. كم تصل لباقي الرياض؟ باقي 500 كيلو. ترى الحين يسألوني هم سألين أبو سلطان عن عمري. متى الرجوع للقرية؟ قول محمد. خلاص ليش؟ ايش قال؟ خلاص.
انا ما قريت انت وصل كلهم من اكبر محمد ولا مبارك ابي وش تخصص قبح الله وجهه قبح اسوق به من هو صعد انت اخذتني لك والله اجي يا راسي يبي يسولف يبي يضحك يبي يعيش الوضع وانت اخذتنا وصلنا على الرياض ابشروا بالسعد بسم الله جينا شيء ولا شيء لما انت بهذا الجوال اجي على راسي كم تكب انت شط معك بالجوال لا 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 ليش انا ابغاك ترد لي الصوص انت متبقى. الصوص مو الصوص الصوص ينقرا عينك ترد لي الصوت لا 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 بس اسولف معهم شوي انا ما سولفت معهم بسولف معهم يا رجال انا قلنا بس سبيشن كامل هم هنا وجو هنا خلاص فجر فلوسهم لا ماني مقفل خلاص قفلي معي ماني مقفل بجلس والله العظيم خلي من اصل الرياض ابشر اللي بعدين انا بسولف لين اصل الرياض انا كان 10 دقائق دحين لين اصل الرياض امي تقول قفل انتبه خطكم امك؟ اي تقول انتبه خطكم قفل في ذمتك انا قالت علي طلقت والله انا قالتها علي طلقت تقول انتبه خطكم قفل وانتبه يا ولدي دقت علي وقفت تمشي خلها 10 دقائق عشان ما ترد في خاطر على المدار خلني عاد اسولف اسولف بعد ردك تسوق سوق ما تبصق جي عليك ما تسوق ابغى جي عليك ما تسوق ال 10 دقائق ذي ما لنا عاقلين عليها على جنب الخط ونسولف راح انزل انزل خلنا نسولف كذا كذا حلو كذا حلو خلاص انزل يا حاج لا ماني بنازل بس سوق خلاص انا عارف حركاتك خلاص والله اني صار خلاص يلا سوق انا ماني بنازل ماني بوثق فيك والله راسي حركاتك تبي تنحاش تهمني والله راسي صدع هي تعال هنا حركه يبي ينحاش يهمني عارف حركاته تعال هنا ايش الرشاقه ترى هجينا رشاقه لا لو اسمي انا ما اقدر اني والله اني كان اسمي والله اقسم بالله اني داخل القناه وانا وزني 74 او 75 ظهرت 63 او 65 مو مسجوك اي مو مسجوك علق ابرك ويسعدك ما طعت شوف طفها طفها مرة مرة خلاص يقول سلام كمل يقول على كمل ما تدري شو لا زين لا لا مضبوط مضبوط حلو ها ما ابغى يسوق باقي شوي على المليون حلو ما عاد بقى له 200,000 جيبونا في شوي ليه الحين ليش ما تبون محمد يسوق؟ لا خاف يتحمس محمد مثل شو اسمه السياره اللي انت على هذا بضحك تود عمك ليكو خاف يتحمس مثل يسوي بنا مثل ليكو الحين اللي تبون تسألون سألوه لأني الحين أتابع تبى الخط ماني بسوق أنا يسوق محمد وبنت بل الخط ولا الجوال حتى مو عليه ولا بيشوفه لا إله إلا الله كيف شكل الجوال الله يعين ناحي جوري تعال ستير بإذن الله انما انا مخلينا ان شاء الله ولا منطقه ولا محافظه ولا ما نجيها باذن الواحد لحد ازهلوا ترى قرات اللي يقول نبي ترى قرات الباقي ازهلوا انت خبري ان يوم قلت لكم تعالوا بث عشان اعلمكم بسالفه خلاص نفس الشيء الحين البث انا وياكم بيصير مثل هداج لا قلت تعالوا بسرعه تعالوا بسرعه انت خبري هداج اللي بالقناه نفسه ما تعرف حد تاجر في القناة؟ ما تعرف. إيه طلعت. حد تاجر نقطة تجمع.
خلاص لابد منكم تجمعوا وتعالوا بسرعة، وانتوا عارفين عاد شو عقب التجمع. ايه ما راح يشوف حل مع المشرفينك. ايش فيكم يا مشرفين؟ صلوا على النبي. في فعاليات في الرياض، ان في كل ان بعد الله سبحانه وتعالى من يجيب الفعاليات، حتى لو ما في فعاليات نصنع فعاليات، يعني مستمتعين الله لا يعقب شر. كيف ما ها عفا عليكم فعاليات، عفا والله عليكم. كيف محمد يعاين الخطو وعنده موضوع التقريط والعرض، سولف لنا اسف عن ايش. وين رايح؟ رايح للرياض من الحلال، رايح للرياض. تكونون بدخولية السلطان؟ ما اتوقع. زعل مناحي، من اللي زعل؟ من اللي زعل؟ اللي زعل من هو؟ محمد؟ لا محمد ما يزعل. انا زعلان. لا يقول راس راجع شوي كب شوي الربع، خلنا نصل مليون عشان انا نبي نقفل الخط لعب فينا. كم وصل؟ والله فاتحين قبل شوي. من اكبر؟ اكبر من شغل شال شغل شال بقست يا ولد. لا انا المقصد ان نسولف انا وياكم وننبسط انا وياكم، ودعمتوا بيض الله وجيهكم وحضرتوا وكبستوا بيض الله وجيهكم، لكن عاد ما نبي نقفل لان توصلون مليون ونقفل. استشارتكم ان والله عندنا كم شغله في الرياض يوم يومين باذن الله ان شاء الله تجي لهم. وثق حسابك، هو التوثيق مو على كيفي. أنا رفع التوثيق بعد باقي الباقي على الله سبحانه وتعالى. أنا رفع التوثيق. يا أخي تكبس عشان يطولون. أقسم بالله الرأس يجعني، والله الرأس يجعني من التركيز ومن الخط. في محل الفلاح، أنت خبر محل الفلاح اللي في الخارج. ها؟ أنت يكون في محل الفلاح في الخارج. اي طبيعي جمالي والله طبيعي معروف ما يحتاج. خلاص قفل انت اللي تقول خلاص قفل، ليه؟ شو السبب؟ لا عادي يقول رايه وشي راجع له عادي، خليه يقول رايه اللي بيقفل ولي خلهم ياخذوا راحتهم، الامور سهله. نعم على خشمي ان شاء الله الامور طيبه. تجون قطر؟ ايه بنجي قطر بين الواحد الاحد الله يحيانا. هو قاعد ربي يطول اعماركم ان شاء الله، اللي يقولون قفلون قصدهم يعني خوف على الخط وكذا. حلال انت اللي تقول من ناحيه عمرك كذا، وش تبي توصل له بالعمر؟ انا ابي ادري وش تبي توصل له بعمري؟ ليه؟ وش تبي بعمري؟ ماذا تريد من عمري؟ من ناحيه ستك ايش؟ من ناحيه ستك ايش؟ خليني اقرا رايح ما ادري والله ما قالت في واحد قال ما يحسدك بس والله ما ادري.
باذن الله احنا بنجي قطر وبنجي الامارات وبنجي الكويت باذن الله نجيها كلها. عشان احتفل بيوم ميلادك. والله منكم اصوات كيف؟ اي والله انت تسلم من عمري عشان تحتفلون بميلادي. علموني عشان اعلمكم بعمري عشان نحتفل مره واحده. في ذمتكم وانا خاش وانا علمتكم ادري عشان ميلادي صراحه ما دريت بس خلاص اذا جاء يوم ميلادي علمتكم بدون عمر اقول هذا يوم ميلادي بدون ما اذكركم العمر اقول هذا يوم ميلادي يلا نحتفل يلا احتفلنا هذا يوم ميلادي بس كذا عمر كان عمركم انا ادري هذا يوم ميلادي. بدون ما اعلمكم بالعمر بس اقول هذا يوم ميلادي. شاركوا الفكره وصلنا مليون. بيض الله وجيهكم يلي دعمتوا وبيض الله وجيهكم يلي حضرتوا وبيض الله وجيهكم يلي كبستوا وانا والله حتى راسي يعني من التركيز بالجوال. ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. الباقي ان شاء الله عاد نكمل السنابات.